عناصر الانسجام بكل سهولة؟ حسناً أنت مخطئة، وذلك لأن قوى عناصر الانسجام موجودة هنا. أرأيت يا نايت مير مون، تنطلق العناصر بقوة شرارة تكمن داخل قلوبنا وتطلق العنصر السادس، عنصر القوة المطلقة. كل شيء انتهى. خدعتك؟ إنها خدعتك. الملحقات مفيدة. إذا أردت التعليم، سأرحب بتعليمك ما أعرف. سوف تملكين القوة لتجعلي إكويستريا مكاناً أفضل. كيف يمكنني أن أبدأ؟ البداية سهلة جداً. كل ما عليك هو عمل صداقات، وأنت لديك 7 منهم هنا. اسمحوا لي أن أقدم لكم أجدد عضو في إمبراطورية الكريستال. يعني أن المهارة الأسطوريين حقيقيون، وأنهم اختفوا مثل ما اختفى ستارز ويرل. استعملوا قواهم لفتح بوابة عالم النسيان. سنبحث عن أشياء ذات صلة بالحماة وستارز ويرل. أعدناكم. إنها البلورات اللامعة التي تنمو على شجرة الانسجام وتمثلنا. غرس كل منا بلورة مملوءة بقوانا، على أمل أن تنمو وتنشر الخير في الأرض. إنها انعكاس لعناصرنا الخاصة، الأمل والقوة والطيبة والشجاعة والحنكة والخبرة. فتحت المدرسة ثانية.
من ذا الذي أزال القفل الذي وضعته؟ أنا أيها المستشار ناسي، وأطلب إليك بلطف أن تبتعد، وإلا تأخرنا عن الحصص. الحصص؟ أنا لن أسمح بهذا الأمر، فهذا هو قرار المجلس ولن تمر. من قال إنها مدرسة للتعليم؟ إنها مدرسة للصداقة وقوانينها خاصة، وهذه القوانين أنا من سيكتبها هنا. ذكرني هؤلاء الطلاب بقيمة الصداقة، وتدريسها يجب أن يكون فريداً من نوعه، ومدرستي ستكون مختلفة عن غيرها. أعدك أيها المستشار بحماية إيكوستريا. أهلاً أصدقائي، اضغطوا هنا لرؤية فيديو آخر.